مرحلة جديدة من العمل المؤسسي لخدمة المواطن اليمني يبدأها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بافتتاح مكتب إقليمي في محافظة مأرب لتنسيق جهود واحتياجات الإغاثة في المحافظة والإقليم وتلمس الأوضاع الإنسانية للمواطنين والنازحين من الواقع. بناء على اهتمامات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالشعب اليمني لتلمس احتياجاتهم والوقوف على سير العمل، تم بحمد الله اليوم وبتوجيهات معالي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة تدشين فرع للمركز بمحافظة مأرب. جاء الفرع ليخدم محافظة مأرب وما حولها والنازحين والمتضررين من جراء الحرب التي تسببتها الميليشيات الإنقلابية. كما نشكر سعادة اللواء سلطان بن علي العرادة محافظ محافظة مأرب على حضوره اليوم وتشريفه لنا حفل الافتتاح. افتتاح المكتب الإقليمي أعقبه اجتماع ضم قيادة محافظة مأرب والمكاتب التنفيذية بالمحافظة وبحضور ممثلين عن الحكومة مع فريق المركز لمناقشة الاحتياجات والأولويات وكذا آلية وصول وتوزيع المساعدات إلى الفئات التي تستهدفها مشاريع مركز الملك سلمان. بالجانب الإنساني ظل مستمر وسيستمر بإذن الله، إلا أن افتتاح المكتب اليوم في مأرب يعني شيء كبير ويعني توجه آخر، توجه عملي أكبر من ذي قبل، ونحن نتشرف بافتتاح المكتب اليوم هنا ونشكر معالي الدكتور عبد الله الربيعة على تكليفه للأخ عبد الرحمن لافتتاح المكتب في محافظة مأرب، والشكر موصول لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان، ونشكر المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا على مواقفهم الإنسانية العظيمة وعلى مواقفهم الأخوية التي لا تنسى على الإطلاق، وهي مواقف ليست غريبة على هذا البلد العظيم. تفاؤل كبير بتضاعف الجهود الإغاثية أبدته الجهات الحكومية والمحلية بمحافظة مأرب كون مشاريع ومساعدات مركز الملك سلمان يستفيد منها كل اليمنيين بما فيهم الذين يقطرون المحافظات التي ما تزال تخضع لسلطة الانقلابيين. للمزيد من تنسيق الجهود الإغاثية افتتح مركز الملك سلمان مكتبا خاصا في محافظة مأرب ليخدم المحافظة والمحافظات المجاورة، وليكون مركز الملك سلمان مواكبا لاحتياجات الشعب اليمني من أرض الواقع. محمود الحميدي، الإخبارية، مأرب.